ثلاث اغاني. اوكي كم وحده حافظه منهم؟ كثير منيح. بس انه مقطع 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 مش كله. لا ما بي... اوكي واثقه منهم؟ واثقه من المغنى؟ ايه. اوكي قومي هلا بتحضريهم مره اثنين ثلاثه على صوت على واطي تما ضري صوتك. وهيدا الديالوج هلا بس تطلع من حال انا بلقط لك اياها. تقعدوا هون بالاوضه من وقت ما نقينا بعض. خلص 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 اوكي بعرف بعرف ما بتما كرهت عيشتي سوري بس عن جد. بدي لك شغله ما تقارني حالك بحدا. ايه بعرف بس كل واحد انت وجودك هون لانه عندك شيء مميز. حنان تعال هون. ايه شو بكي؟ حكيت مع اخواتي كلهم. شو؟ اوكي حكيت مع اخواتي كلهم ارتحتي؟ مرتاحة؟ بعد ثلاث ساعات في عندكم ايفون عملتوه؟ هلا بعرف انا قلت لها وقت نخلص رقص بنعمله. شو في رفايل؟ رقص؟ بس ثانية بس ثانية هلا جاي. هيك بتعمل 24 على 24. انا من امبارح مش عم قلت لهم مش عم قلت لهم مرة انا هيك بتعمل. يلا جاي بس دقي انه ليه ليه في افهم ليه؟ طب عادي 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 بدي اروح احكي مع الماما. فوت احكي مع الماما يعني حرام انه كذب نفسي. فوتي 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 احكي. حرام يا رفايل على فكره البنت في توتر. ما بال في توتر على فكره. حتى ما له موضوع الايفال الكل بلحظتها لاقوا الفكره. انا عم فكر وفكر وفكر اعطيتني فكره الجيران يعني اعطيتني كل شيء. اوكي قلنا انه بناخذ فكره الجيران قلت للجيران وفرد عادي حالي اللي وعملها. شفت ليه بزعل؟ لأنه بعرف. فوت اعملي ايفالك. رفايل رفايل فوت اعملي ايفالك. حنان ما تخلينا ازعل انا وياك. كبروا الموضوع. ما كبرت الموضوع بنت بعد ولا كلهم عملوا ايفالاتهم عيدوا ايفالاتهم الا انت. انت وياها ما عدتوا ايفالاتكم. هلا انا زعلانه مني من شيء؟ هلا احكي. ليه ما تيجي تقولي لي؟ يا عمي ليه عم تقولي لهم يا ما حدا قال لها ما هي ما قالت لي شيء. هو شو عم بفهم ما قالت لي شيء حنان حنان شو اذا امبارح اذا كنت حاسه ما حبيبي عم بحكي معك عم بحكي معك سكت سكت ما تجاوبيها انا عم بحكي معك ما قالت لي شيء بس انا عملت مره معك ايفال وبعرف كيف بتفكري ما حدا شو ما تقولي لي ثانك يو ما حدا بيترك حاله لاخر دقيقه حنان ليكي انا معك للاخر معك للاخر بس خلص اوكي عن جد اوكي يلا ما بنقوم يلا قوم اطلع يلا عاوزين امثل لبنتي ولا لا؟ لوين فينا نتمرن؟ والله انا ما بقيت عارفه حاجه شو؟ يلا ما بنقوم بجيب لك الدنيا الايفون فهمت ولا دوني دون ما ما بلتقى في الحال حيت بدات انا ما كنت كنجي عندها 5 مينوت وكنمشي بالنسبه لي انا امبارح فاش جلست مع انيس وقال لنا الفكره قلت في راسي انه فاش غادي نساليو السباغ فاش غنطلعوا الفوق غادي نخدموا عليها ياك نورمالمون وجا رفايل لحظه ما بين دافع عن حق الى انه كثير كثير عن جد حس حالي انا اللي ظالمه انا اللي ايه اكيد من بعد صف الدانس لان ما لما نعمل دانس اكيد انا ما راح اطلع اعمل شاور ايه ايه بعرف ساعه بنتدرب عليه مثل ما عملنا المره اللي فاتت مع انيس كثير انكعرنا بتعرفي ما بين مع اني بحبك كثير 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 بحبك بس عن جد اخر مره لانه انت صغيره بحس انه كل العالم علي انا يعني انت مظلومه وانا اللي ظالمه سو خلص لا 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 بعرف شو خاص ما هو عم يقول لي انت عمرك 17 سنه وكثير عتلاني هام ما انت مثل ما انت عتلاني هام انا كمان عتلاني هام بفهمك يا اختي بفهمك بس قومي انه الفكره انه ما بتقدر مثلا كل قاعد وفكر بفكره مع بعض مين فكر معك بفكره لا ما تظلميني no. قلت الجيران عم بقول لك ايه ايه فهمتي؟ ايه ايه انت متاكده من الاسبانيوليه ولا بقى ما سمعتيهاش؟ غني ايش بتغني انت اول خطر اول مره شو تغني؟ بلانك سبيس ما الفكره انت ما بتعرفهم رح غني وحده انا قلت لها الفكره انني هكون نايم اولا رح فيق على حتى اعزف معكم رح اكون نايم يعني
بركونتي حد 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 نومي رح كون نايم انت 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 رح تفيق تنشري اوكي. طيب بس هلا الكراسي كيف رح تحطون؟ بس انا فكرتي لما اطلع نظبط الفكره ونشوف الموقع.